أحد أكبر المواضيع المثيرة للجدل هي نظرية التطور. نرى فيها اختلافاً كبيراً بين الماديين والمتدينين. فمنذ أن نشر العالم البريطاني تشارلز داروين كتاب أصل الأنواع في القرن 19، والذي تكلم فيه عن نظرية التطور، انقلب الفكر البشري وأصبح أكثر تطرفاً، وزادت الهوة بين دعاة الدين ودعاة العلم. تنص الداروينية على أن جميع أنواع الكائنات الحية تنشأ وتتطور من خلال الانتقاء الطبيعي، من خلال الاختلافات الصغيرة الموروثة التي تزيد من قدرة الفرد على المنافسة والبقاء والتكاثر. لكن بمجرد وضع هذه الصورة التي تبين أن القرد يتطور إلى إنسان، لا يعني ذلك أن هذا ما حدث بالضبط، علما أن الداروينية لم تذكر أبدا عن أن الإنسان أصله قرد، بل كلاهما ينحدران من أصل مشترك. بينما نرى أن الداروينية يتم تداولها أكثر في المجال العلمي، وواضح مدى اعتمادها من قبل الماديين كحجة لإثبات عدم وجود خالق للكون، في المقابل هناك تزمت من المجتمع الديني تجاه رفض هذه الفكرة بحجة الاستناد على النصوص المقدسة، ويصاحب هذا تجاهل للدلائل الملموسة. فهل هناك فهم سطحي من الطرفين تجاه الموضوع؟ لكن حتى لو كانت نظرية التطور خاطئة، وأن فكرة الخلق هي كما نتصورها، أن الله خلق كل كائن حي على حدة، أو ثبت العكس أن الأديان كلها على خطأ، فإن هناك حقيقة واحدة، إن هذه النظريات كانت لها أصول دينية، وبحث فيها علماء مسلمون بالاستناد على تفسير القرآن وكذلك الملاحظات من الطبيعة قبل قرون من تبني أوروبا لهذه الفكرة. مما أفهمه من قراءة هذا الموضوع، فإن مصدر الخلاف الكبير هو فكرتين متعارضتين تشغلان فكر الجميع: نظرية التطور الصحيحة، إذن الله غير موجود. نظرية التطور خاطئة، لأن الله هو خالق كل شيء. لكن هناك فكرة ثالثة أصبحت طي النسيان منذ قرون ولا يتكلم عنها أحد، ربما أن هناك فعلا تطور أو ما يشبهه، لكنها إرادة الله ومشيئته. ولأن هذه الفكرة رمادية يتجاهلها الجميع اليوم، يرى البعض من المسلمين الأوائل أن فكرة التطور لا تلغي بالضرورة وجود خالق مدبر، بينما المسلمون المعاصرون يرونها على أنها كفر وإلحاد. ربما يأتي هذا من التخوف أكثر من العقلانية، علما أن أول من كفر التطور كانت الكنيسة الأوروبية وليس الإسلام. لذلك المشكلة في الداروينية لا تكمن بالذات في مسألة التطور، بل في طريقة استغلالها كأداة من قبل الملحدين على إنكار وجود الله، بادعاء ظهور الحياة بطريقة ذاتية وأنها صدفة عشوائية وبالتالي لا معنى لها. نظرية التطور مثل أي فكرة أخرى ما هي إلا أدوات بيد من يستخدمها. نحن لسنا من المعيدين أو المعارضين لنظرية التطور، فهو موضوع معقد ولم يحسم حتى هذه اللحظة بشكل قاطع لصالح أي طرف، بالرغم من عرضه منذ عدة قرون. فلا تتوقع الإجابة في فيديو طوله 20 دقيقة، لكننا نسعى في هذا الفيديو إلى عرض ما قاله المسلمون السابقون عن الموضوع، الذين لم يروا في الموضوع نفس المشكلة التي هي اليوم. في البداية لدينا الجاحظ، وهو أحد أهم الأدباء والمفكرين في العصر العباسي. نشر كتاب الحيوانات في القرن 10، وتحدث فيه عن كيفية تكيف الحيوانات مع بيئتها، وأن هناك ضغوطا انتقائية كصراع من أجل البقاء. يمكننا من خلال هذه العملية أن نستنتج بوضوح كيف تتكيف الحيوانات. فقد تحدث أيضا عن شكل محدود من السلالة المشتركة. على سبيل المثال تحدث عن الكلاب والثعالب والذئاب، فإذا كان هناك تطور فبالتأكيد أن لديهم سلف مشترك. الآن هذا ليس نفس الأصل المشترك الذي في فكرة داروين، ولكنه يتحدث بشكل أساسي عن هذا التطور الصغير النطاق والنسب المشترك
المحدود التي تتوسطه الضغوط البيئية. أيضا في القرن العاشر ميلادي كانت هناك مجموعة إخوان الصفا الذين لم يكتبوا كأفراد ولكن كمجموعة من العلماء والفلاسفة. قالوا بناء على فكرة أن هناك سلسلة كبيرة من الكائنات الحية، حيث الأجناس الدنيا ترتبط بالأجناس الأعلى. إليكم مقتطفات من رسالتهم: واعلم أيها الأخ أن لهذه الموجودات التي تحت فلك القمر نظاما وترتيبا أيضا في الوجود والبقاء، وهي مرتبة بعضها تحت بعض، متصل أواخرها بأوائلها كترتيب العدد وترتيب الأفلاك. وأما الكائنات منها التي هي جزئياتها فهي المعادن والنبات والحيوان، ولها نظام وترتيب متصل أواخرها بأوائلها كترتيب الأفلاك. بيان ذلك أن المعادن متصل أولها بالتراب وآخرها بالنبات، والنبات أيضا متصل آخره بالحيوان، والحيوان متصل آخره بالإنسان، والإنسان بالملائكة. فآخر المعادن هو الكمأ، ومن النبات فأوله خضراء الدمن، وآخرها وأشرفها مما يلى الحيوانية هي النخل. فالنخل نبات بالجسم، حيوان بالنفس. واعلم أن أدون الحيوان وأنقصه هو الذي ليس له سوى حاسة واحدة، وهو الحلزون. وأعلى الحيواني هو القرد، ولقرب شكل جسده من الإنسان صارت نفسه تحاكي أفعال النفس الإنسانية. يتكلم إخوان الصفا في رسائل متعددة عن تطور الأنواع كملاحظة معينة، والاستنتاج منها أن الكون يجب أن يكون له عمر محدود، ويقدمون بعض السمات البارزة لما نعرفه الآن باسم نظرية التطور، وهي أن لديك تطورا بين الأنواع من الأقل تعقيد إلى الأكثر تعقيد، مدفوعا أساسا في الرغبة بالبقاء والذي يحول دون الانقراض أو الصراع من أجل البقاء. والتغير يحصل من خلال هذه العملية، وهذا هو الشيء الرئيسي. يمكننا أن نرى أيضا أن نظريتهم لا تتماشى مع الداروينية، بمعنى أنهم لا يؤمنون بالنسب المشترك الشامل أو العملية التدريجية التي بلا توجيه. من حيث معالم الفكرة، هي تطور بمرور الوقت في الانتقال من التعقيد الأقل إلى التعقيد الأكبر، البقاء للأصلح والسعي للرقي. وهم في الغالب مرتبطون بين العوالم في الكائنات الحية، لذلك يرون أن النباتات تقع ضمن التسلسل الهرمي للحياة، بينما في الماضي كان الناس ينسبون غالبا مفاهيم الذات إلى الحيوانات فقط. لكنهم في الواقع قاموا بدمج النباتات في تلك السلسلة من البقاء، وأجدوا أنه من المثير للاهتمام التحدث عن هذه الأرواح الإبداعية في الطبيعة. أعني أن الأمر يعتمد على الطريقة التي تفسر بها، أنها ربما تتطور بطرق مختلفة في أماكن مختلفة، لكن قد يفسره البعض على أنها متشابهة إلى حد ما، وأنه ليس هناك تطور أو تغير. وما نتحدث عنه أنه تطور إيماني في لغة اليوم، أو قد تكون طريقة مشابهة للتصميم الذكي بطرق أخرى. يعتمد ذلك على طريقة فهمك له، ويعتمد على الطريقة التي يصنعون بها بالضبط. ولكن الفكرة في الأساس أن الله يوجه التطور بطريقة ما، من أشكال أقل إلى أشكال أكبر. الرومي هو أحد أهم الشخصيات الدينية الإسلامية في التاريخ. حاول البعض فصله عن الإسلام، ولكن يعتبره الآخرون المجدد في زمانه، ويتحدث عن التطور في أشعاره. في البداية ظهر الإنسان في رتبة الأشياء غير العضوية، ثم انتقل من رتبة الجماد إلى رتبة النبات، وعاش سنوات بصفته أحد النباتات لا يتذكر شيئا عن حالته غير العضوية المخالفة لما صار إليه. فلما انتقل من حالته النباتية إلى الحيوانية لم يعد يتذكر حاله كنبات، سوى ميله الذي يحس به نحو عالم النبات، خصوصا في وقت الربيع وتفتح الأزهار النضرة، مثلما يحس الأطفال بالحنين إلى أمهاتهم دون أن يعرفوا سبب ميلهم إلى صدورهن. ثم أخرجه الخالق العظيم كما تعلمون من رتبة الحيوانية إلى رتبة الإنسانية، فانتقل الإنسان بذلك من رتبة في الطبيعة إلى رتبة أخرى، حتى أصبح حكيما عالما قويا كما هو الآن.
لكنه الآن لم يعد يذكر شيئا عن نفوسه الأولى، وسوف تتغير نفسه الحالية مرة أخرى. لدينا هذا المفهوم الرومانسي للتطور من نبات إلى حيوان إلى إنسان، وما مثير للاهتمام حقا هو الطريقة التي يتحدث بها عن ذلك. يقول أن الإنسان ظهر لأول مرة على مستوى المادة غير الحية، لذلك حتى على مستوى الجمال فهو يذكر الإنسان، وهو أمر مثير للاهتمام لأننا لا نصف الإنسان بأنه كذلك حتى يصل في الهيئة إلى الإنسان. لكن ما يقوله هنا في الواقع أن تلك المادة الجامدة التي كان مصيرها في النهاية أن تصبح إنسانا يجب أن تعتبر بشريا. مع ذلك فإن الرومية لم يبتكر هذه الفكرة، فيتحدث القرآن عن كيفية نشأة الإنسان وكيفية خلق الله الإنسان من الطين التي تدور حول مرحلة مبكرة من التطور الأولي، لكنه لا يزال يشير دائما إلى العدم كإنسان، لأن هذا النوع من الاستخلاص الممنهج من نوع من طريقة مختلفة للنظر إلى الوجود، لأن تلك المراحل المبكرة على الرغم من أنها بحد ذاتها ليست شيئا فهي في الواقع خطوات على طريق الوصول إلى الهدف النهائي، لذلك فهو يشير إلى المراحل الأولى فيما يتعلق بالهدف النهائي. نسمي هذا علم الغائية تيليولوجي، تصميم مدفوع بالهدف، وهو بالضبط ما كان يتحدث عنه الرومي واستمده من وصف القرآن في طريقة خلق الإنسان. ابن خلدون هو مؤرخ ومفكر من القرن الرابع عشر، مؤسس علم الاجتماع. كان يتحدث إلى حد كبير عن مواضيع مختلفة من كيفية تغير المجتمعات وحتى علم الأحياء، ولدينا اقتباس من كتابه الشهير المقدمة: انظر إلى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدريج. آخر أفق المعادن متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش وما لا بذر له، وآخر أفق النبات مثل النخل والكرم متصل بأول أفق الحيوان مثل الحلزون والصدف، ولم يوجد لهما إلا قوة اللمس فقط. ومعنى الاتصال في هذه المكونات أن آخر أفق منها مستعد بالاستعداد الغريب لأن يصير أول أفق الذي بعده. واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه وانتهى في تدريج التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر والرؤية. صحيح أننا نجد هنا أفكارا مشابهة لرسائل إخوان الصفا من حيث السلاسل التي عرفها على أنها أفق والاتصالات بين الأجناس، إن أنه من المثير للاهتمام أنه يتحدث عن المعادن التي تسبق النبات، ثم يتحدث عن كيفية حدوث مجموعات مختلفة من الكائنات الحية أيضا من النباتات إلى الحيوان إلى الإنسان، ويتحدث عن أن الرئيسيات هي المقدمة للإنسان الذي نربطه كمفهوم تطوري بحت. هذا كلام مفكر في القرن الرابع عشر. وأيضا ما هو مهم حقا أكثر من ذلك هو في الواقع أنه يتحدث عن تطور الوعي. نحتاج أن نفكر في الواقع أن التطور ليس تطور التعقيد، بل يعتمد على كيفية تعريفك له، لكنه بالتأكيد ليس أمرا عشوائيا. وبذكره كلمة استعداد، فإن التطور حسب مفهومه هو أيضا عملية ارتقاء بدافع الرغبة. المفهوم الإسلامي الذي يلمسه ابن خلدون هنا هو تطور الوعي ونموه، وعندما يصل إلى مستوى الإنسان وتصبح لديه عملية التفكير متقدمة ويصبح واعيا بالله، حينها فقط يتوقف عن التطور الجسدي ويصبح التطور عقليا وروحيا، وهذه عملية مستمرة. ما نريد أن نقوله هو أن علماء المسلمين كان لديهم فكر متفتح منذ زمن طويل جدا، وبالتأكيد لديهم بعض الاختلافات مع التطورين المعاصرين بتركيزهم على توجيه الله للعملية وأنها تطور عقلي وروحي كذلك. إذن هل نحن منخرطون في حرب ثقافية في زمننا المعاصر؟ لا يستطيع أحد إنكار التشابه الكبير بين الأنواع من حيث الهيئة الخارجية والأعضاء الداخلية ووظائفها، ولكن كل يخرج باستنتاج مختلف من هذه الملاحظات. لذلك أعتقد أن هناك مسألتين هما محور الاختلاف بين جميع الأطراف. أولها
فيما إذا كان بالإمكان أن نتجرأ على إطلاق مصطلح التطور بدلاً من تأقلم أو تكيف أو تغيير. ثانيها، فيما إذا كان بالإمكان ظهور أنواع وأصناف جديدة وتنوعها ونشأة كل الأنواع من أصل واحد، وهو ما تقره المؤسسات العلمية حالياً على أنها كانت خلية بدائية واحدة. في المنهاج العلمي المعاصر هناك 5 طرق للبحث في نظرية التطور، وهي السجلات الإحفورية، التشريح المقارن، علم الأجنة المقارن، الجغرافيا الحيوية، علم الأحياء الجزيئي. وهناك تقدم كبير أحرز في هذه المجالات والتي تميل إلى تأكيد نظرية التطور. فاليوم هناك إجماع علمي على أن نظرية التطور حقيقة، لكن الاختلاف هو في كيفية حدوثها، علما أن الداروينية ليست النظرية الوحيدة. هناك قبل داروين جان بابتيس لامارك استندت النظرية اللاماركية إلى مبدأ أن جميع التغييرات الجسدية التي تحدث في الفرد خلال حياته موروثة من نسله. على سبيل المثال، تطور العضوي عند استخدامه عدة مرات، مثال قدبي البط في الباء أو استطالة أعناق الزرافة. وهناك ملاحظة غريبة قد تؤيد هذه النظرية، فالأجيال اللاحقة من الفيل الأفريقي أصبح معظمها يولد بلا أنياب، ربما بسبب البيئة أو التغذية، لكن يعلل البعض الآخر بسبب صيدها وقتلها من أجل التجارة بالعاج. مع ذلك هناك بعض الأسئلة التي يصعب الإجابة عليها. إذا كانت نشأة كل شيء من أصل واحد، أين هي المراحل الوسطية بين الأنواع؟ مثلا هناك الطائر أركيوبتريكس المنقرض الذي اعتقد أنه حالة تغير الزواحف إلى الطيور. لا توجد تفاصيل تشريحية كافية للجزم بأن هناك تحول، وإنما هو نوع مستقل. وأيضا هناك الرامابيثيكوس الذي كان يعتقد أنه همزة الوصل بين القرد والإنسان، لكنه تبين لاحقا أنه قرد 100%. التركيبة المعقدة لمعظم الخلايا هي الـ DNA والـ RNA والبروتين، هذه يتم تناقلها من جيل إلى آخر، لا أحد يعلم أصول هذه المركبات. التغير يحصل عن طريق طفرات على مستوى الحمض النووي، وهو خارطة حياة الكائنات. هناك السلبية التي تسبب التشوهات والأمراض، وهناك ما يدعيه البعض الإيجابية التي يحصل من خلالها التطور. الطفرات السلبية عديدة ولا تحصى، لكن لم يتم اكتشاف أي طفرة إيجابية لحد الآن، فكيف يمكن تفسير الانتخاب الطبيعي مع وجود الطفرات الوراثية؟ حيث لا توجد في السجلات الأحفورية كائنات مشوهة والتي من المفترض أن تكون أكثر من السليمة، لا يمكن لبعض الصفات المتغيرة تسميتها تطورا، مثلا الجهاز المناعي الذي يستجيب للمحفزات الخارجية، حيث لا تظهر وظائف جديدة عدا تحسن في أدائها. تعارض فكرة التطور مع القانون الثاني للثيرموديناميكية، والذي ينص ببساطة أن العشوائية أو الانتروبي تزيد في حالة زيادة الطاقة. ما زال العلم يلاقي صعوبة في تفسير التطور في ضوء هذه الحقائق المكتشفة في المجالات الأخرى. وحتى يتمكن شخص من اختراع تركيبة ما تستطيع نسخ نفسها ذاتياً وضمان النجاح في تكرار التجربة تحت نفس الظروف، فالكثيرون ليسوا على استعداد لتصديق هذه النظرية. صحيح أن العلم محايد، لكن لا ضمان على حيادية العلماء أو المستثمرين في الأبحاث العلمية. هناك في الجانب الآخر قضايا من الدين يجب الوقوف عليها، ففي القرآن الكريم هناك آيات فسرها البعض على أنها إشارة إلى التطور. وإذا كنت مؤمنا بالله ومصدقا برسالات الأنبياء وكتبهم، عليك أن تؤمن أيضا بطوفان نوح على أنه حقيقة لا نقاش فيها، حيث أمر الله نبيه أن يحمل في الفلك زوجين من كل أنواع الحيوانات من أجل الحفاظ عليها. اليوم اكتشفنا أن هناك أكثر من 1,000,000 كائن أو نوع يعيش على اليابسة، فإذا كنا نرفض فكرة التطور فمعناه أنه حمل أكثر من 2,000,000 كائن على متن السفينة من ذكر وأنثى، بعضها صغير والبعض الآخر كبير. إذا تكلمنا عن الضخم منها، هناك تعدد هائل. مثلا لدينا اليوم من الفيلة 3، والكركدنيات 4، والأسود 15، والنمور 6، والكلاب 200،
والزرافات 4 والدببة 8 والأيائل 17. وهناك العديد من التي انقرضت منذ قرون موثقة وأخرى لا نعلم بها، قد تختلف في الأعداد التي ذكرتها، لكن هناك التعددية التي لا يمكن مناقشتها. ثم بأخذ أوزان أغلب التي ذكرتها والتي تتجاوز الطن، أي سفينة ستحمل هذا العدد؟ فإما أن التطور صحيح أو أن الطوفان لم يحصل. بالإضافة تخطر على بالي الحياة المائية، بالطبع لم تكن هناك الحاجة لحملها في الفلك، لكن من أين جاءت الأنواع التي تعيش في المياه العذبة ولا تتحمل المياه المالحة؟ هل حملت هذه أيضا في الفلك أم أنها تأقلمت لظروف بيئية جديدة لاحقا؟ ثم بالنظر إلى الإنسان الذي يرجع كله إلى أب واحد وهو آدم، لماذا هناك هذا التعدد في لون البشرة والشعر والصفات الجسمانية الأخرى؟ هل هي طفرات وراثية أم أن لها دورا في البقاء؟ فمثلا ذوي البشرة السمراء الذين أصولهم تعود إلى المناطق القريبة من خط الاستواء، صبغة الميلانين الداكنة ساعدتهم على تحمل أشعة الشمس القوية، بينما سكان المناطق الباردة الذين بشرتهم فاتحة، فهذه كانت مهمة لهم في امتصاص أكبر قدر ممكن من أشعة الشمس الضعيفة لديهم. أيضا السؤال هنا، هل هذا تطور أم تأقلم؟ ربما مشكلتنا هي مشكلة لغة وثقافة وضياعنا في طريقة وضعنا للتعاريف أكثر مما هي البحث عن الحقيقة. والبيانات والدراسات يمكن أن تعرض بشكل مشوه من قبل أي طرف لجعل القارئ يتوصل للنتيجة التي يريدها الناشر، سواء كنا متدينين أم ملحدين، فلن نجرؤ على التحدث بشفافية مطلقة، لأننا ببساطة جميعنا بشر، ولكوننا لا حيلة لنا سوى أن ننحاز إلى جانب معين. وسواء شئنا أم أبينا، طبيعتنا المتحزبة تلبد علينا الموضوعية ونرفض الرأي المقابل مهما كان. لم نعرض في هذا الفيديو سوى الشيء اليسير عن نظرية التطور وتعقيداته، لذلك نطلب منكم أعزائنا المشاهدين أن تبدوا لنا رأيكم في هذا الموضوع وعرض بعض الجوانب التي غفلنا عن ذكرها. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأن هذا يساعدنا كثيراً.